وللمزيد من التفاصيل والتحليل ينضم إلينا من موسكو تيمور دويدار رئيس وكالة تنمية التجارة الدولية. بعد التحية سيد تيمور، يعني أولا ما هي العوائد والمكاسب التي من الممكن أن تتحقق لروسيا بهذا التجمع بهذه القمة في هذه النسخة عالية المستوى من البريكس وبهذا الحضور الكبير على مستوى الدول؟ تحياتي سيدتي والسادة المشاهدين. روسيا تكسب كثير من الانضمام للأعضاء الجدد لمجموعة بريكس، وفي إشارة إلى تنوع أو تنويع ربما إن صح التعبير في التجارة الدولية، ومع انضمام دول جديدة مع تلك التسهيلات المتبادلة المتوفرة حاليا بين الأعضاء، وترتيبات جديدة بخصوص تمويل المشروعات الاستثمارية والمدفوعات التي تخص التجارة الدولية. نعم. المعاملات المالية. نعم. سيد ويدار، يعني هذه القمة هي الأكبر من حيث عدد الحضور، هذا العدد الكبير من رؤساء الدول والمنظمات الدولية منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية. برأيك يعني ما الإضافات السياسية والاقتصادية التي يعني تحصل عليها موسكو من هذا العدد الكبير من الحضور والزخم الكبير في هذا الحضور؟ الموضوع حساس للغاية فيما يخص الخلاف العسكري في أوكرانيا.